تحدي 100 طبقة من الطعام المفضل لدى الجميع في انتظاركم من ربابة. مشاهدة سعيدة. واو، كم يوجد لدي؟ أنت محظوظ، لكن لدي قطعة شوكولاتة واحدة فقط. هاي، كوني حذرة مع الأغلفة. لا تصرخ في وجهي. والآن المنشار. أوه، ساعدونا. حسناً، لا تصرخ، هذا ليس لك لكنه من أجل الشوكولاتة. بتعبير أدق لإثنين من الشوكولاتة. لقد نسيت أن هناك إثنين من العصي الكاملة مع تويكس. هل نسيت أن الشوكولاتة تطير على وجهنا؟ بدلاً من التذمر كان بإمكانكم أن تفرحوا لي. أنا لدي شوكولاتة واحدة فقط ولديكم الكثير. إذا أنت انتهيتي، حان وقتي للبدء بصغاري. أحتاج أولاً إلى التخلص من الأغلفة. كل الأغلفة. الآن يمكنني أن أكل. أنا حقاً أحب التويكس، خاصة عندما يكون هناك الكثير منهم. لدي فكرة. لماذا يجب أن أتناول الشوكولاتة جافة؟ وإن كانت لذيذة، إذا كان بإمكاني غمسها بالحليب. هل تمزحي معي؟ لماذا كل شيء يطير في وجهي؟ لا تتذمر، من الأفضل أن تشاهد كيف يتحول الحليب العادي إلى شوكولاتة. هل رأيتم أي شيء من هذا القبيل؟ يمكن أن أكل هذه اللذاذة وأشربها أيضاً. حسناً، أرى أنك انتهيتي. يمكنني الآن أكل الشوكولاتة. يبقى فقط نفخ الأغلفة. كيف؟ قولوا لي كم هو رائع. أوافقكم، لكن هذا ليس كل شيء. حان الوقت لبدء مشروع البناء المهم. كل هذه الشوكولاتة مواد بناء قوية ولذيذة. سيتم لصقها كلها معاً مع النوتيلا. واو. انظروا فقط على ماذا حصلت. هذا أول بر شوكولاتة في العالم. نعم، لقد وصلت بالفعل إلى الغيوم. لا أستطيع الاستغناء عن السلم. لم أكن أعلم أنني سأبني هذا. هل تعرفين هذه فرصتنا؟ بالطبع، ما الذي ننتظره لنأكل؟ غريب، لماذا كل شيء يهتز؟ أتمنى أن يكون على قيد الحياة. كيف تجرؤون؟ كان برج الشوكولاتة خاصتي. من الجيد أنني كنت أرتدي الخوذة، لقد أنقذتني. ما هذا؟ أنا غير محظوظة، ليس لدي سوى عين واحدة. وهذا ما حصل. أنت حقا غير محظوظة. تسخر، سوف أجعلك متسخا بهذه العين اللزجة. ما رأيك؟ هذا يكفي. سوف أكل الآن. تأكلين؟ سأقوم بعمل مزحة مضحكة للغاية. أحتاج إلى الكاتشب العادي. أعتقد أنها ستصدق. جوليا، انظري، سأخرج عيني. ماذا؟ عين؟ أوه، أبعدها حالاً. أوه، ما هذا؟ يبدو أنها تختنق. نحن بحاجة ماسة للطلق على ظهرها. بعدها كل شيء سيكون على ما يرام. كم هي لذيذة كرة الشوكولاتة؟ أوه، من أين أتت هذه العين؟ يبدو أن العين تبدو حقيقية حقاً. بالطبع هي كذلك، الفرق الوحيد هو أنها ألذ بكثير. وهناك أيضاً حشوة لذيذة بالداخل. حشوة تقولي؟ إذاً انظري إلي. الآن حان دوري. هناك شيء مفقود. زوج من العيون. لا لا تلمسي، سوف أتعامل معهم بدونك. أعطني واحدة على الأقل. أنت صديقنا، شارك معنا. لا شيء للمشاركة، انتهيت من كل شيء. انظروا، إنها فارغة. ما هذا؟ لماذا أرى هكذا؟ هذا كله من الجشع والبخل. بالضبط. لنستمر. لماذا لدي القليل؟ ها، لدينا الكثير ولديك أصغر شيء. قطعة واحدة، حتى لا يمكنني رفعها، فهي صغيرة جدا. لكن لدي فكرة. لماذا زحفة تحت الطاولة؟ لأنني بحاجة لأكلها بطريقة ما. أعتقد أن الملاقة يمكن أن تساعدني. وستؤكل بشكل أسرع.
نعم بسهولة. سأكل بسرعة علبتي، سأفتحها فقط. أوه ما هذا؟ لماذا هي ضيقة جداً؟ ها بيتر، أنت مثل الفتاة. أنا لست فتاة، لدي فكرة، فقط أحتاج إلى نشرها. أخبرتكم، حتى لن تتسخ يدي، وسأدع الرقائق تطير في فمي. كم هو لذيذ! واو! مهلاً! أوه، لم أكن أعتقد أنه يمكن أن يتأذى من علبة الشيبس. حان دوري الآن. كم هو لذيذ! فقط رائع! هاي، مؤلم! مؤلم، لكنه لذيذ بالنسبة لي. أنا على قيد الحياة! لا! الشيبس لذيذ، لا أستطيع التوقف. هذا مستحيل، كم هم رائعون وكثيرون. احذر، هناك قصف. هل يمكنك أن تعطيني خوذة؟ ليس الخوذة مطلوبة، أحتاج إلى إيقاع كل علب هذه الشريحة. رائع، ضربة ممتازة يا صديقتي الرائعة. ما كان ذلك، ساعدوني على الخروج. مقرف، ليس البروكولي. بروكولي، لكن لماذا لدي هذه البذرة؟ لا طعم لها. بالضبط، أنا فقط بحاجة إلى زرعها، بعدها سأعرف ماذا سينتج. يكفي حفر. كيفي، كل شيء يطير إلينا. لم أقصد ذلك. الفم مليء بالتراب. لا تنزعجوا، أنا فقط أحفر حفرة لصغيري. بينما تنمو، هيا أمضوا قدما وتناولوا البروكولي. على ما يبدو حان دوري الآن، لكن المشكلة أنني أكره البروكولي. هذا غير ممتع للغاية، في فمي الطعمة السيئة. أنا لم أتناول أي شيء أسوأ. هذا القرف يحتاج بشكل عادل إلى شيء يغسله. دعني أضع هنا، سأسقيها. بدأت بالنمو، الكول الخاصة بك ساعدت زهرتي على النمو. في الواقع نعم ساعدت، لكن هذه ليست زهرة بل بروكولي. أوه، لكنها نمت بشكل كبير، أتمنى أن يكون مذاقها جيداً. لا، على ما يبدو أنا أسوأ بستانية. البروكولي فظيع، من المستحيل أن يؤكل. ها، والآن وجهك كله متسخ. توقفوا عن الضحك، جوليا أنت الوحيدة المتبقية. أنا، لكن هذا ضخم جداً، لا يمكنني أكله. فكرة؟ انظروا هناك، هناك سفينة تحلق في السماء. أين؟ بينما تنظرون أيها الساذجين، أنا سأتخلص من هذه القذارة، إنها غير سارة للغاية. أوه، قررت أن تخدعينا. إنه لأمر جيد أن لدي وعاء خاص هنا. كم لا طعم له، أوه، لقد أكلت كل شيء، كان مروعاً. سيكون فقط فظيعاً بالنسبة لك عندما لا تتخلصين منه، قولي شكراً. لم أكن أرغب في تناوله، لكن على ما يبدو لابد لي. واو سكيتلز، لكني أود المزيد. ها، جوليا لديها الأقل مرة أخرى. ليس فقط أقل، لدي حبة واحدة فقط. لدي بالفعل خطة رائعة لتكبير حجمها، أحتاج إلى جهاز الآيفون وإلى تقريب الحلوى من الكاميرا. واو، الآن هي أكبر وبالتأكيد ألذ. واو، نعم سحرية فقط. يا لها من لذاذة، كم أنا مسرورة بها. بيتر، حان دورك الآن. بكل سرور، انظروا، سأمسك كل الحلويات في فمي، هل رأيتم ذلك من قبل؟ أوه، أخفقت قليلاً. قليلاً، بالكاد أمسكت أي شيء. حسناً، الآن دوري، سوف آكل. هل يمكنني أخذ حلوى منك على الأقل؟ ربما الصفراء. بالطبع لا، ممنوع، هذه لي. تبقى أصعب شيء، أي لون أختار؟ أي حلوى سأكل أولاً؟ أعتقد أنني بحاجة إلى لعبة الروليت. واو، ما هو اللون الذي أحصل عليه؟ هو اللون الذي سأكله. واو، وسأبدأ مع
الأخضر. واو، بالمناسبة هذا هو لوني المفضل، لذلك أنا محظوظة. وبعد ذلك سوف أكل كل شيء. هذه الحلويات لذيذة للغاية. إذا سأحصل على كبسولة أيضا. ماذا هنا؟ رائع، إنها تضيء. واو، انظروا يا لها من حلوى ضخمة. لذيذة جدا. واو، هناك مجموعة كاملة من الحلويات في الداخل. يكفي لي مدى الحياة. أنا أيضا أريد، ولكن لي نصيب قد ذهب. شاركنا من فضلك. طبعا سأفعل، أعطني يديكم. أنا لست جشعا، هناك ما يكفي من الحلوى للجميع. شكرا لك. ما أجمل هذه الكعكة. وماذا يوجد من فوق؟ يبدو أنه مثل اللحوم النيئة. نعم، يبدو غير فاتح للشهية تماما. أنا أعرف ما يجب القيام به. نحن بحاجة لقليل لحم. الروائح لذيذة. نعم، لا يبدو أي شيء هناك سيء. اتضح أنه على ما يرام. انتهيت من الأكل، الآن يمكنني الانتقال إلى الحلويات. لذيذ. هيا فيفيان. حسناً، أنا مستعدة لتحدي شرائح اللحم هذه. أوه، آسفة جاك. يا لها من ضربة. كوني حذرة فيفيان. انتهيت من اللحم، الآن الكعكة. سأزيل كل ما هو غير ضروري. انظر أين ترمي اللحم يا جاك. لقد أفسدت كعكتي. لكنني حصلت على ما أملك. جبل من الفسار. ولدي حبة واحدة فقط. يبدو أن جاك هو المحظوظ الوحيد. علينا أن نأخذ الأمور بأيدينا. سأصنع هذا الفشار بمكواة فردي الشعر. نجاح. رائع. حان الوقت لإظهار مهاراتي في الطوب. شاهدوا وتعلموا. فيفيان، الفشار يطلق النار علينا. آسفة، لكن ليس لدي أي غطاء. أين فيفيان؟ كل شيء على ما يرام معي. الآن سوف أريكم كيفية صنع الفشار. هل ستقليه في كرة القدم؟ هذه ليست كرة قدم، لكنها آلة لصنع الفشار. أنا فقط بحاجة لوضع الحبوب في الداخل. أغلق وأضغط الزر. نجح الأمر. يبدو أن العملية خارجة عن السيطرة. لابد لي من قطع السلك. لم أكن أعتقد أنه كان خطيرا جدا. الطماطم ليست أفضل ضيافة. لا أستطيع أن أتخيل كيف سنأكل كل شيء. تكفي حبة طماطم واحدة لتحضير توست رائع. أضيف اللحم والجبن وبعض السلطة. اتضح أنه رائع. حان دوري الآن. ولماذا في الواقع دوري؟ لن أستسلم بهذه السهولة. جوليا، إنها الحرب. يبدو أن الحماية لن تؤذيني. حسناً، كنت أعلم أن هذه الخوذة ستكون مفيدة.
أوه كم هو مؤلم. خذ هذا جاك، تستحقه. أوه لا، لقد انتهت الطماطم، سيتعين علي المراوغة. قفوا. إنها كيت كات، فقط انظروا كم يوجد هنا. تكفيني لوجبة خفيفة. وفي رأيي يمكنني تناول وجبة دسمة. إنه الأمر مؤسف أنني حصلت على أقل شيء. لا تنظر إلي يا جاك. لا ترمي القمامة علي. أرى أنك انتهيت، لذا حان دوري. لن أنتظر طويلا أيضا، سأبدأ من القمة. كذلك أنا هنا. يا له من لذيذ. فيفيان دعينا نجرب أيضا، بينما جوليا لا تستطيع الرؤية. لقد دمرتم كل شيء، خذوا هذا. جبل من الكعك، يمكن للمرء أن يحلم فقط بمثل هذا الشيء. هم لذيذون جدا، كنا محظوظين، لكن جاك لم يكن كذلك. هذا يكفي بالنسبة لي. لا تلقي علي الأشياء. آسف، كنت بحاجة لفتح علبة الكريمة. تفكير رائع. اتضح أنه رائع. أنت تأكل مثل الخنزير. سوف أكل بعناية فائقة. فيفيان، هل تريدين بعض الكريمة؟ أنا مستعد لأن أعطيك كل شيء. لقد جعلتني قادرة. لا داعي للغضب، لقد شاركتك للتو. هذه الكعكة مذهلة جدا، سأبدأ من الأعلى. ربما تريدين بعض الكريمة جوليا. لا شكرا، لدي حليب. ما زلت لن أتركك وحدك. أستعيد الكعك خاصتي. لا تقلقي، سنعلمه الأخلاق الحميدة الآن. هذا الكعك حار جدا. إنه الأمر مؤسف أن يكون هناك القليل من الحليب. يا لها من عيون، وهي تنظر إلينا. لا تقلقي، هي مصنوعة من مربى البرتقال. حسناً، لدي على الأقل واحدة. يا له من لون جميل، هل يليق بي؟ بصراحة ليس حقاً. حسناً، الشيء الرئيسي هو أنه لذيذ. لا أستطيع التراجع بعد الآن. كل من صحنك، لكن لا تلمس طعامي. تلك العيون لذيذة جداً. لدي مثل هذه الأحاسيس الغريبة. أنت لا تبدين جيدة أيضا، آمل ألا يحدث هذا لي. الآن سأحول هذه العين إلى شيء أكبر. نجحت، حان وقت تشريب هذه اللذاذة. لا تلمسيها بيدك يا فيفيان. إذن خذ هذا يا جاك. واو، هذه العين تناسبك. يا رفاق، هذه الدونت. أخيرا لدي جبل كامل. أود أيضا الحصول على مثل هذا الجنس. لا تحلمي حتى. علينا الاستمتاع بما لدينا.
لقد كانت لذيذة. لن يزعجك تعلم آداب المائدة. فقط فكرة. ابدأي يا جوليا. العالم مضحك للغاية عندما تنظرون إليه من هذه الثقوب. يمكنك أن تشاركي معي. غير مرة يا صديقتي. إذن سأخذ من جاك. وتوقفي عن مضايقتي. تستحقين هذا؟ أنت متوترة للغاية يا فيفيان. نأمل أن تساعدني الكعك على تشتيت انتباهي. لا أعتقد ذلك. اجلس قليلاً هنا هكذا وأنا سأكل كل شيء. وأنا أيضاً أريد. حان الوقت لوضع حداً لهذا الغضب. أوكي. خذي هذا يا فيفيان. ما هو طعامكم المفضل في هذا الفيديو؟ اكتبوا لنا في التعليقات وسنقرأها ونستخدمها بالتأكيد في مقاطع الفيديو التالية. حسناً، لقد انتهى هذا التحدي اليوم. نراكم في تحديات أخرى من رابابا.